أعادت الممثلة المغربية نجاة الوافي للظهور مجددا بعد الضجة التي أثارتها قضيتها واتهامها بالخيانة، حيث استطاعت مغادرة المغرب صوب الديار الكندية لاستئناف أنشطتها وأعمالها هناك. ونشرت الوافي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 7 أشهر من الغياب مجموعة من الصور على حسابها الخاص بإنستغرام توثق للزيارة التي قادتها إلى كندا، رغم الجدل الذي صاحب قضيتها وجلسات المحاكم التي ما زالت أمامها. هذا وقد قد أسقطت النيابة العامة بعد 3 أشهر من التحقيق تهمة الخيانة الزوجية المنسوبة لها من طرف زوجها الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك لانعدام ثبوت الفعل طبقا للمادة 493 من القانون الجنائي المغربي. وتبعت نجاة الوافي والمخرج سعيد خلاف من طرف وكيل الملك بمحكمة عين السبع بتهمة التحريض على الدعارة وفق الفصل 502 من القانون الجنائي بعد تهمة الخيانة الزوجية التي رفعها زوج الفنانة والتي أدت لإيقاف الممثلة والمخرج داخل شقة بالمعارف بالدار البيضاء. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.